أنا عايزة تذكار يا حبيبي. وأنا. حاضر. وأنا. خدي. يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. وخمسين جنيه مصاريف سهرة امبارح، 5250 جنيه سيارة جديدة لوكس، 2000 جنيه تمن الشبكة لحبيبتي ناهدي، يبقى المجموع 7500 جنيه. المجموع كله 7500 جنيه. يعني العفريت انتصر عليا؟ لا، ده انا لازم اشوف اي طريقه عشان اطير ال 10000 جنيه دول. يا نهار اسود. هلو لو لو هلو مدموزيل، من فضلك خليهم يحضروا لي العربيه بتاعتي على الباب واطلبي لي شركه الملابس الغذائيه. افندم. ايوه الانسه ناهد شوقي. الو الو ناهد، ازيك يا نهنوتي؟ ايوه مصطفى، امال هيكون مين؟ اسمعي، انا هجيلك بعد 10 دقايق ان شاء الله وجايب لك حته مفاجاه جميله جدا. اتوتاليغ شيغي اغف. نهارك سعيد يا مدموزيل. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ انا سكرتير نقابه فراشين المحلات التجاريه، وصلتنا شكوى من واحد اسمه مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ كان بيشتغل فراش هنا في الشركه واترفض من غير سبب. الاقيه فين من فضلك علشان احقق شكوته؟ في المينا هاوس. بيشتغل فراش في المينا هاوس؟ لا، نازل هناك. نعم. زبون. بلاش شريعه يا مدموزيل، انا عايز الشخص الغلبان ده. هو زمانه جاي دلوقتي. عربيته وقفت، لازم هو. هو بيجي في عربية؟ أيوة. عربية الشركة اللي بتوصل البضائع للزباين. هلو لو لو مصطفى. مصطفى. مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ؟ أنا يا فندم. العفو يا فندم العفو. إيش جابك لواحد جربوع زي ده؟ أنا عايز مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ. أنا برضه يا فندم. كلام إيه ده؟ ما تكلمي يا مدموزيل. والله العظيم هو. حضرته سكرتير النقابة بتاعتكم. أهلا وسهلا. لكن ده لابس فخم قوي. يو هدومك دي يا ابني؟ امال هدوم السفاح؟ ده شيء غريب. اعمل معروف ما تقلبش دماغي احسن، انا سهران للساعه 3 صباحا ولا نمتش كويس. كنت سهران فين؟ في الكباريه. لازم بعد ما بيخلص شغله في النهار بيروح يشتغل في الكباريه بالليل. مسكين، ماهيته مش مكفياه. مش مكفيه مين يا نيلة؟ ده انا بروح الكباريه عشان ارقص وهيص. تصور بعد التعب ده كله اصرف بس 250 جنيه شايف النحس. نحس؟ النحس. واذا كنتش منحوس كنت صرفت الفلوس كلها، انما يا ابني ربنا رزقني بحته جرسون ذمته انضف من نظافه. يا ابني روح نملك شويه عشان تفوق. يا اخويا اقعد انت بلاش غلبه، اعمل معروف اكتب لنا وصل ب 2000 جنيه. ليه؟ للنقابه، انا متبرع للنقابه ب 2000 جنيه. يلا يلا. صرفت كم من المبلغ؟ 7500 جنيه بالتيله، وادي احنا كمان زحلقنا 2000 جنيه للنقابه، تبقى المساله هانت. اتفضل الوصله اهو. والفلوس اهي. يا قوه الله. بلاش غلبه، الزحلق. يلا
انا هتجنن هتجنن. اتجنن بعيد عن هنا. ايه اللي جاب الراجل ده؟ جاي يحقق في الشكوى اللي قدمتها لك في النقابه. ربنا يصلح له عقله وعلى العموم كتر خيره. على الاقل خد مننا 2000 جنيه. انا زعلانه منك. ليه؟ عشان رحت سهرت في الكباري وطبعا رقصت مع ستات. لو النبي رقصت لوحدي. وايه اللي وداك هناك؟ عشان ابختر ال 10000 جنيه ولا عاوزاني اخسر الرهان؟ تاني مره ما تروحش هناك لوحدك. حاضر يا ستي. ايه هي بقى المفاجاه اللي انت محضرها لي؟ غمض عينيكي. فتح عينيكي. تسمحي تقبليه ده مني؟ وايه المناسبه؟ يا ناهد انا في الحقيقه انسان وحيد في الحياه ومحتاج لانسانه زيك تقعد جنبي وتنور عليا حياتي. يعني انت اشتريت الخاتم ده عشان اشبكك؟ قلتي ايه؟ في الحقيقه يا مصطفى انت فاجئتني بالطلب ده عشان تبقي قدام الامر الواقع والشخص الواقع. طب مش احسن تكلم بابا في الحكايه دي؟ احسن برضو. انا هروح بكره اقابل ابوك الصبح واخطبك من ابوكي، بس عن اذنك علشان الراجل اللي معايا في الرهان عاوز اروح اقابله. ممكن؟ طيب. اقعدي بالعافيه. مع السلامه. شبيك لبيك، خدامك بين ايديك، تطلب ايه؟ شرفت يا جميل المحيا. اما انا طالب منك معروف جامد قوي، نفسي ومن عيني تشوف لي وظيفة كبيرة في شركة الملابس الغذائية، وظيفة تخليني انتقم من المدير اللي وراني المر. نفسي اخلص طاري منه. دي حاجة بسيطة خالص، يلا بينا سوا. لا خليك انت هنا على بال ما ارجع لك، لان انا رايح اقابل ابو ناهد عشان اخطبها منه. عن اذنك، مع السلامه. الله، ايه ده؟ يا ماما ايه؟ انت عاوزه تتجوزي واحد مجنون يا بنتي؟ اقول له بتشتغل ايه؟ يقول لي بشتغل عند عفركوش ابن برتكوش العفريت اللي كان في الفانوس. عفريت ايه وكلام فارغ ايه؟ ده مؤكد انه مجنون. يمكن بيهزر معاك يا بابا. ابدا، ده بيحلف 30 يمين. ولذلك انا لازم اتصل بالدكتور اللي ساكن فوقنا يجي يشوفه. مصطفى. نعم. انت قلت ايه لبابا؟ قلت له الحقيقه. سالني بتشتغل ايه؟ قلت له مع العفريت اللي طلع لي من الفانوس. عفريت؟ مالك مش مصدقاني؟ لا 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 مصدقاك. الله، طب امال عماله تبصي لي ليه كان انا راجل مجنون؟ لا سلامتك من الجنان، انت مش مجنون ولا حاجه. بس بقى اذا كنت عايزنا نتجوز بلاش حكايه العفريت دي عشان بابا يوافق. بلاش يا ستي، مفيش عفريت، لكن والله العظيم طلع لي عفريت. طيب بس بقى خلي الحكايه دي بيني وبينك. صح برضه، لكن والله العظيم طلع لي عفريت. مصطفى. نعم. بابا طلب لك دكتور. ليه؟ اصلي متهيألو ان صحتك تعبانه شويه. والله ما تعبانه الا ابوكي، ده انا صحتي برقبتي. ده لازم الدكتور. والنبي يا مصطفى زي ما قلت لك بلاش تجيب له سيره. خلاص ما تخافيش. مش عفريت ولا حاجه. مفيش. والنبي يا مصطفى. اتفضل يا دكتور. اتفضل. هو حضرته؟ ايوه حضرته. ارجوك تفحصه بعنايه وتقدم لي تقرير عنه بكل دقه. طبعا طبعا، بس من فضلك سيبنا مع بعض على انفراد. وهو كذلك. نهارك سعيد. سعيد مبارك. ممكن اسال سيادتك في شويه معلومات بسيطه؟ اتفضل اسال. اسم حضرتك ايه؟ مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ. عمرك كام سنه؟ 38 في ابريل اللي فات. لا اللي جاي. لا 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 اللي فات اللي فات. متجوز؟ لا والله لسه ما اتجوزتش. الله، امال اتجننت من ايه؟ اتجننت؟ ده انا عاقل يا دكتور، عاقل. ايوه انت عاقل عاقل. ما اصبتش قبل كده بامراض خطيره؟ لا والله، هم كلهم شويه انفلونزا، شويه برد، شويه مغص، كله عيا ابتدائي ابتدائي. يعني ما حصلكش قبل كده انحطاط نفساني او تصدع في المخيخ؟ هو مين يا استاذ ده؟ انا صحتي زي الحديد، ده انا اقرقش الزلط. لكن قالوا لي ان سيادتك بتقول ان في عفريت بيطلع لك من الفانوس. قول لي ايه حكايه العفريت دي؟ عفريت ايه يا دكتور؟ اللي بيطلع لك من الفانوس. انا طلع لي عفريت؟ لا اسمح لي، ده انت تعبان قوي. تعالى تعالى، لا حول ولا قوه الا بالله. اقعد يا بابا اقعد يا شاطر اقعد.
انت اسمك ايه؟ زهني عبد اللطيف. عندك كم سنه؟ 40 سنه. ما جالكش انحطاط في المخيخ؟ تلخلخ نفساني؟ يا استاذ خلينا في العفريت. عفريت مين يا دكتور؟ انت تصدق ان في عفريت يطلع في القرن العشرين؟ العفاريت دي كانت زمان ايام كتاب الف ليله وليله. غريبه، لكن سيادته قال لي انك انت بتشوف عفريت. اصله تعبان شويه عشان كده اخترع حكايه العفاريت دي. اذا هو اللي هو اللي فست. امال ايه؟ ازاي الحال يا دكتور؟ ازيك انت يا استاذ، ازيك انت؟ انا كويس. هو قالك على حكاية العفريت؟ يا عزيزي انت لازم تغير هوا، انت اعصابك تعبانة جدا. انا ولا هو؟ هو كويس جدا، قال له ما جابليش سيرة العفريت. نهاركم سعيد. مع السلامة يا دكتور. الله يسلمك. امال ايه اللي كنت بتقوله لي قبل ما يجي الدكتور؟ يا راجل بهزر معاك، تقوم تاخد الحكاية جد؟ بقى كده؟ الله يجازي شطانك. يعني حكاية العفريت دي يعني كده؟ انا مسألة دعابة هزار. الحمد لله. العفو يا سيدي، انا بقول له هو. تقول له هو؟ هو في حد غيري وغيرك هنا؟ اصل ما حدش يقدر يشوفني ولا يسمعني غيرك انت يا مصطفى. طب انكشح بقى لا سيح دمك. سيح دمي؟ انت عصرت لي تسيح الدم يا سيدي. انا ما بقولكش انت. امال بتقول لي مين؟ للباب للشباك للعفريت. عفريت؟ انت رجعت تاني للعفريت؟ لا، هو اللي رجع لي من غير مناسبه. هو فين؟ فين هو؟ قدامك اهو. انا مش شايف غيرك انت. يا انا جاي استعجلك عشان رايح مشوار قريب لغايه جنوب افريقيا. رايح جنوب افريقيا؟ افريقيا؟ انا جبت لك سيره جنوب افريقيا؟ ازاي الدكتور يقول عليك حائل؟ عاجبك كده وش النكد؟ ما تزعلش، انا هصلح لك كل حاجه يا مصطفى، هعينك في وظيفه كبيره. يلا بينا. يلا يلا يا حبيبي. في جدول اعمال النهارده جواب مهم قوي هقراه لكم. صباح الخير. صباح الخير. ده بقى تاني مره ما تتاخرش. حاضر يا فندم، كل اسف. السيد رئيس مجلس إدارة شركة الملابس الغذائية، علمت أن الشركة ستطرح للبيع 50,000 سهم، ويسرني أن أبلغكم أني على استعداد لشرائها ودفع الثمن دفعة واحدة، بشرط أن يعين صديق الأستاذ مصطفى عبد الحفيظ عبد الحفيظ. مصطفى الفراش بتاعي هلولت تكسحت. في وظيفة محترمة بالشركة. الإمضاء. عفركوش ابن برتكوش. ايه الاسم الغريب ده؟ عفركوش ابن برتكوش ده معقول يكون اسم؟ ده اسم مركب، اسم نصاب لازم يسكن. على كل حال دي جات لنا نجده من السماء. انتوا عارفين ان احنا محتاجين للمبلغ ده لتغطيه مركز الشركه المالي. انا موافق، وانتم؟ موافقون. في الحاله ديت نعين مصطفى عبد الحفيظ عبد الحفيظ مديرا لاعمال الشركه بدل من مرسي. موافقون. هزلت وزبلت وتنجلت. مبروك، خلاص يا سيدي اتعينت مدير اعمال الشركه. اتفضل اتفضل، روح استلم وظيفتك يا سفسف. افندم عمال اضرب لك في جراسات من الصبح، ما جيتش ليه؟ قاعد على ودانك؟ انا يا فندم جيت على طول لما سمعت الجرس. خد الصورة المقرفة دي ارميها بره. انا اعصابي تعبانة، مش عارف ليه تعبانة. وشك؟ عشان ايه يا فندم؟ تسديد حساب. وشك 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 وشك. جامد قوي. يا جناب المدير، انت شرفت وشي بلمس صوابعك الكريمه، انا اشكرك من اعماق فؤادي المحتقن. معلش محتقن محتقن، انقشع انقشع. بونجور مدموازيل نائب، اتفضلي عودي اتفضلي. العفو يا حضره المدير. مدير؟ مدير ايه وهباب ايه؟ لما نبقى مع بعض شيل التكليف. العفو يا حضرة المدير، ده انا موظفة بسيطة في الشركة. طب انا كمان موظف عندك. يا خبر ازاي يا فندم؟ احنا مش هنتجوز؟ انا جايبة لحضرتك كشف الماهيات، اتفضل عن اذنك.
ايه اللي جرى لها؟ ده انا كنت فاهم انها هتحبيني لما هبقى في المركز ده. انا عصبي عصبي ازاي مش فاهم؟ ليه مش فاهم؟ افندم من جناب المدير. انا عصبي عصبي جدا، اديني وشك. يا بايدة انت سيدي غاوي. انت يا مرسي بتنبسط لما انا بضربك؟ جدا جدا. طب بالعند فيك مانيش ضربك. يا جناب المدير، انا شايف ان جهازك اللي عصبي متعب مرهق. لازم لك شوية ترفيه، شوية بوبينيزم اعصابك تستريح. سهرة جميلة، قعدة ظريفة، وبالشكل ده تستريح اعصابك وتهدى. اه فعلا فعلا. سيب الحكاية دي علي، انا حوضب لك سهرة العمر يا جناب المدير. وانت لك علي حرقعك 80 قلم علشان اعصابك تريح. اشكرك اشكرك. طيب تسمع تنقشع؟ تسمح لي بس اقول لك اخر كلمة. انت اللي لادي معزوم عندي في البيت. طيب تسمع تنصري؟ اشكرك اشكرك. تلج يا اكسلانس. لزوم ايه التلج ما دام انت موجود؟ يا نكتة ظريفة. دمك خفيف يا اكسلانس. عشت عشت. هاتي دي حاجة حلوة قوي. انا هجيب لك عناوة علشان انت عندك مؤهلات جامدة قوي. متشكر يا اكسلانس متشكر. خد اشرب من ايدي يا شيري. ابوس ايدي. والكذب علشانك يا طارق. في صحتك. طب وكيف قلبي؟ لا انا مش قادر خلاص. بص عليك بتكسفني. لا ما عاش مني كسفت، بس انا شربت كتير. ايش معنى شربت من؟ ولا انا يعني مش قد المقام. ما اقدرش، ما عاش اللي يكسفني. ايه رايك يا صف صف؟ يا سلام، ده انت تلوحي. انا رقصت عشان خاطرك انت بس، انا من عيله كبيره قوي. وماله؟ اصل يا بنتي رقص العائلات ده بيسموه رقص الحيط. نكته ظريفه. تحب نقعد في الفرندا شويه عشان تشم الهواء؟ ايوه، بيتهيألي سعاده البيه بيحب الهدوء والسكينه. ايوه انا اموت في الهدوء والسكينه. تحب اجي معاكم؟ لا لا لا، انا عاوز الهدوء والسكينه مش رايه وسكينه. ايه نكته طريفه. بس يا سلام على الهوى. بتحب الهوى؟ انا احب الهوى واموت في الهوى واطير في الهوى. يا هوى يا هوى.